بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، ما تفاصيل الحملة الدولية الشعبية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية التي أطلقها ناشطون في مواقع عالمية؟ وما تفاصيل الجرائم المتعددة والمتنوعة التي تجعل من الجماعة الحوثي جماعة إرهابية وفقا للقوانين الدولية؟ وكيف يؤثر اعتبارها كذلك على الحوارات السياسية والمشاركات المستقبلية؟ الحملة الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور رياض الغيلي، الكاتب والناشط السياسي. مرحبا بك دكتور رياض. ومن الرياض خالد الشيباني، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب ومنسق الحملة الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. مرحبا سيد خالد. مرحبا بك أستاذ. أهلا بضيفي الكريمين. قبل أن أبدأ نقاشي معكما ضيفية ومع المشاهد الكريم، سنبدأ وإياكم بهذا التقرير الذي يسلط الضوء على موضوعنا والذي أعده الزميل فؤاد فارس. حملة مجتمعية لتوقيع عريضة عالمية لتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تلك آخر صور مواجهة إجرام انقلابي ارتكب كل المحرمات وانتهك كل المقدسات. الحملة التي ينظمها موقع آفاز العالمي بالتعاون مع المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب آشا تسعى للحصول على 20 مليون توقيع، تطالب بإدراج الحوثيين في قائمة الجماعات الإرهابية التي يتجاوز خطرها الوطن والإقليم إلى تهديد الممرات الدولية والسلم العالمي. بحسب الرئيس التنفيذي للمركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب المنسق للحملة خالد الشيباني، فإن الحملة تهدف إلى وضع المجتمع الدولي والعالم أمام حقيقة الجماعة التي يبحث لها المجتمع الدولي عن حل مرض وغير عادل لليمنيين ولدول الإقليم بذريعة فرضها للأمر الواقع عسكريا. حقيقة الجماعة التي يتحدث عنها الشيباني تبدو مفزعة للغاية حين تقرأ بلغة الأرقام، فالجماعة التي تضع في مختطفاتها آلاف الأبرياء قتلت أضعافهم بوحشية، تنوعت وسائلها بين القنص ونسف البيوت على ساكنيها وزرع الألغام المحرمة دوليا وإرسال مقذوفات الموت التي لا تتوقف. ممارسات الحوثيين التي لا يستوعبها سوى مصطلح الإرهاب وجدت بحسب منظمي الحملة من يتعامل معها كطرف سياسي رغم لجوئها للسلاح ورفضها الاحتكام للقوانين والنظم النافذة في البلاد، وهي خطيئة يستدعي تصحيحها وضع الحوثيين في مكانهم المتناسب مع أفعالهم. فجماعة انتهكت كل حقوق الإنسان واعتدت على كل مقدسات الأديان وتهدد ممرات العالم هي جماعة إرهابية بإجماع شرائع السماء وقوانين الأرض. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير. ومجددا أرحب بضيفي الكريمين الدكتور رياض الغيلي، الكاتب والباحث والناشط السياسي، والسيد خالد الشيباني، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب، منسق الحملة الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. وليسمح لي ضيفي الكريم هنا في الاستوديو أن أبدأ بمنسق الحملة الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية السيد خالد الشيباني. سيد خالد، هذه الحملة ما تفاصيلها إضافة إلى ما ورد في التقرير، وكيف كانت فكرتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا وبشكل عام، الحملة ستنقسم إلى 3 مراحل تقريبا حتى الآن. نريد أن نضع أولا في كل بالحملة بشكل عام أن نحصل على أكبر عدد ممكن من التوقيعات أو توقيع العريضة التي هي موجودة على موقع أفاز. العريضة يجب أن تصل في بداية المرحلة الأولى إلى 46,000 توقيع، لبعدها ليتم وضعها ضمن العرائض الموجودة على الواقع الرئيسي على الصفحة الرئيسية، وبعدها سيتم من خلالها أيضا عمل التوقيعات البدء بالتوقيعات بشكل أكبر حتى تصل إلى 100,000، وبعدها إلى 200,000، وبعدها تصل إلى 1,000,000،
وبعدها نريد أن نوصل هذه العريضة إلى أكثر من 20 مليون. إذا وصل هذا إذا وصل الرابط أو استطعنا أن نوصل رابط الحملة إلى كل مكان في المملكة العربية السعودية، في اليمن، في كل مكان يتضرر فيه المجتمع من هذه الجماعة، سنحصد أكثر من 24 مليون توقيع. الجميع الآن بدون استثناء، يعلم خطر الحوثي. الحوثي كان حتى وقبل فترة، قبل هناك الكثير من الناس، وقبل فترة قليلة كانوا لا يزالون يخافون من الحوثي بسبب الرواتب والرواتب اللي كان يحتجزها أو يذلهم من خلالها. نعم سيد، سنأتي إلى جرائم الحوثي ونفصل في ذلك، لكن أستكمل معك الموضوع. الموقع العالمي الذي يتم من خلاله التوقيع، والتوقيع هنا معناه الدخول والتصويت عن طريق تقريبا يعني البريد الإلكتروني، يعني حقيقة هذا الموضوع هل هو رمزي أم أنه فعلا لديه دور لعملية التصويت؟ موقع فاز، موقع عالمي مشهور جدا، واستطاع أن يحصد أكثر من 10,000 أو أكثر من 10,000 عريضة تقريبا حول العالم، واستطاع أن يؤثر على المجتمعات وعلى الأمم المتحدة وعلى بعض الأول قرارات وعلى الحكومات نفسها أيضا. هناك أكثر من عريضة وقعت ونجحت بشكل كبير جدا، منها التوقيع بحدود بخصوص ختان الإناث في الصومال، وحققت نجاحا باهرا بخصوص الفيلة أيضا، عدم اصطياد الفيلة. وهناك أيضا رسالة وجهت إلى ترامب ووصلت تقريبا إلى 45 مليون شخص، وهم يضغطون الآن بشكل كبير على الرئيس الأمريكي الحالي الذي كان صنف عدد من أو بدأ في حديثها عنصريا لكثير من الجماعات. الحملة هي حقيقية قوية كبيرة، يحملها موقع عالمي، يعني نتائج الحملة فعلا نتائجها إدراج إذا حصلت هذه الأرقام، إدراج هذه الجماعة جماعة إرهابية، يعني تؤثر في القرار الدولي. نعم تؤثر بشكل كبير جدا. طيب سأعود إليك أستاذ خالد، اسمح لي أن أنتقل إلى الدكتور رياض الغيلي الكاتب والناشط السياسي هنا في الاستوديو. دكتور رياض، الإرهاب هو استخدام القوة أو التهديد بها من أجل إحداث تغيير سياسي، أو هو القتل المتعمد والمنظم للمدنيين، أو تهديدهم به يعني بالقتل لخلق جو من الرعب والإهانة للأشخاص الأبرياء من أجل كسب سياسي، أو هو الاستخدام غير القانوني للعنف ضد الأشخاص والممتلكات لإجبار المدنيين أو حكوماتهم للإذعان لأهداف سياسية، أو هو باختصار استخدام غير شرعي ولا مبرر للقوة ضد المدنيين الأبرياء من أجل تحقيق أهداف سياسية. هذه التعريفات للإرهاب كلها إلى أي مدى تنطبق على جماعة الحوثي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحييك وأحيي الإخوة والأخوات المشاهدين أينما كانوا، وأحيي الأبطال في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في كافة الجبهات، وعلى وجه التحديد في تعز الباسلة وميدي وغيرها من الجبهات الفاعلة. أكثر مفهوم مموه حتى الآن هو مفهوم الإرهاب، وهو المفهوم الوحيد الذي لم يتفق العالم على إعطائه تعريفا دقيقا، لأن كل ما ذكرته من مفاهيم أثناء سردك وسؤالك هو مفاهيم فعلا تندرج تحت الإرهاب بشكل أو بآخر، وكل يعني جهة من الجهات وخاصة الدول الكبرى التي تتحكم في القرار الدولي لديها قائمة طويلة وسلسلة كبيرة جدا من هذه الجرائم، ولذلك هي تخشى أن يعني تنتقي من هذه المفاهيم مفهوما واحدا للإرهاب فينطبق عليها. لكن على كل حال، كل التعريفات التي أنت ذكرتها للإرهاب تنطبق تمام الانطباق، كما كنا نقول دائما في الهندسة عندما يعني نقارن بين مثلثين، فهي تنطبق كلها تمام الانطباق على جماعة الحوثي، جماعة إرهابية مؤهلة
لأن تكون على رأس قائمة الإرهاب العالمي المصنف في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أي نظام في العالم، فلديها ما يؤهلها من يعني الجرائم والحصاد المر على مدى ليس العامين الذي يعني مر على الانقلاب، وإنما منذ نشأة هذه الجماعة ومنذ خوضها الحرب الأولى في عام 2004 قبل 12 عاما. نعم، مثل ماذا هذه الجرائم؟ يعني أنت الآن قلت أن كل هذه التعاريف تطلق على الحوثيين، أنا أعتقد أنه أيضا المشاهد من نافلة القول أن نقول أو نعدد، لكن إذا كان هناك أيضا إحصائيات ممكن نشير إليها. طيب، على الأقل في بعض المجالات ثم نستكملها. إلى ما قبل الانقلاب كان الحوثيون أنفسهم، وظهر مرة أحد المتحدثين الرسميين باسم جماعة الحوثي، أعتقد أنه محمد البخيتي، يتباهى في إحدى الشاشات أنهم استطاعوا قتل ما يزيد عن 60,000 جندي من الجيش اليمني. ومرة شقيق زعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي، وهو عضو مجلس نواب وكان لاجئا في ألمانيا، قال على إحدى القنوات الفضائية ذات مرة أنهم قتلوا في الحربين الأولى والثانية فقط ما يزيد عن 23,000 جندي من الجيش اليمني في مقابل خسارة 300 فرد من هذه الجماعة المسلحة. لن أذكر كل ذلك التأريخ من الإجرام الذي سبق الانقلاب والذي كان مليئا بالمآسي، ولا ننسى مأساة دماج، كم قتل من أبناء دماج وكم دمرت من المنازل وكم هجر من أبناء دماج، وهذه جريمة إرهابية مستقلة بذاتها. لا ننسى أيضا قبل الانقلاب ما حدث في حجة وعلى وجه الخصوص في مديرية كشر، وكم من آلاف الألغام زرعوا وكم حصدت هذه الألغام من عشرات الضحايا ومئات الجرحى، إلى درجة أنه أقيم معرض بضحايا الحوثيين، معرض صور لضحايا الحوثيين من الألغام، ضحايا أبناء مديرية كشر من ألغام الحوثيين في ساحة التغيير نفسها وحضرت. نعم، قبل الانقلاب طبعا. أما فيما يخص الانقلاب منذ يعني 21 سبتمبر 2014، وهذه إحصائية أصدرها مركز أبعاد بالتعاون مع مركز صنعاء الحقوقي، وهي إحصائية للفترة من 21 سبتمبر 2014 إلى 30 أكتوبر 2016، أي إلى ما قبل شهر أو أكثر من شهر، بمعنى أنه ما حدث من إجرامهم بعد هذه الفترة ما قد دخلش في هذه الإحصائية خلال سنتين وسيطرتهم على العاصمة وغيرها. نعم، سأتحدث عن المدنيين فقط، لن نتحدث عن الشهداء من العسكريين. طيب، ولن نتحدث أيضا عن ضحاياهم في صفوفهم، هم أيضا ضحايا لهذه الجماعة الإرهابية. هناك 11,244 قتيل مدني لهذه الجماعة، بين هؤلاء القتلى 546 من النساء و 914 من الأطفال. إذا ما جئنا أن يعني لتوزيع هؤلاء القتلى على المحافظات، نجد أن تعز أخذت النصيب الأكبر وما زالت حتى اليوم تدفع يعني ثمنا لإرهاب هذه الجماعة، بواقع 2709 قتيل، بينهم 333 طفل و156 امرأة. ألا يعد هذا إرهابا؟ هذا الرقم فقط أو هذه الأرقام فقط تؤهلها لأن تكون على رأس قائمة الإرهاب الأمريكية. نعم، تلتها محافظة عدن بمقتل 1317 مدني، منهم 102 أطفال و190 امرأة، ثم محافظة مأرب بمقتل 1312 مدني، والبقية يتوزعون على بقية المحافظات. نحن نتحدث الآن عن كم؟ نتحدث عن الشهداء المدنيين، عن 11,244 قتيل من المدنيين فقط، من المدنيين فقط. هؤلاء الذين راحوا يعني ضحايا لهذه الجماعة الإرهابية، ألا يمكن أن يؤهل هذا العدد رقم أن تكون مفيد. هذه الجماعة على رأس قائمة الإرهاب. سنستكمل ما معك أيضا من أرقام وتنوع لهذه الجرائم ومجالاتها. أعود إلى الأستاذ خالد الشيباري. سيد خالد،
أنتم في هذه الحملة على ماذا استندتم أيضا؟ هل الموقع يطالب مثلا بأشياء تخص أي جماعة يتم التعامل معها في هذا الموقع للتصويت عليها؟ استنادتكم أيضا في عملية جمع البيانات أو رصدها أو توثيقها؟ سيد العزيز، يجب أن يعرف الشعب اليمني أيضا وكل الشعوب الحرة في العالم والمجتمع الدولي أيضا، يجب يريد منا نحن كيمنيين أو المتضررين أصلا من الجماعة، من جماعة الحوثي، أن نبدأ بالتصويت أو نبدأ بالحديث. إذا كانوا تم قمعهم في صنعاء وفي عدد من المحافظات للخروج بمسيرات احتجاجية، فالآن الوقت مناسب لهم بشكل كبير جدا. يجب عليهم التوقيع. العالم يتعامل مع شعبية، يتعامل من يريد أن يتحدث فليتحدث. الآن المنابر أصبحت متاحة للجميع. إذا منعوا ميدانيا، فالآن نحن قمنا على عاتقنا بعمل هذه الحملة حتى نستطيع أن نوصلها لكل فرد في الجمهورية اليمنية وفي خارج اليمن وفي المملكة العربية السعودية وفي كل منطقة في العالم. نريد أن نقول للعالم بأن هذه الجماعة ليست جماعة أمر واقع نهائيا، لأنها جاءت بقوة السلاح، قتلت المدنيين، أقحمت الجميع في معركة ليس لهم ناقة ولا جمل فيها، استطاعت أن لم تأمن منها لا دول الجوار ولا أمن اليمنيين أنفسهم منها. نريد أن نعرف العالم بهذه العريضة بأن اليمنيين فعلا وصلوا إلى بأن 20 مليون أو مليون أو حتى 2 مليون هم يتحدثون عن إجرام هذه الجماعة، ويجب أن لا تكون بين المدنيين أصلا، لأن خطر على المدنيين أنفسهم. هذه الجماعة منذ أن ولدت، منذ أن ظهرت على وجه الأرض، منذ أن ظهرت في تاريخ اليمن وهي تقتات على الدماء، يعني منذ أول حرب للحوثيين، منذ أن ظهرت وهي تقاتل وهي تحترب وهي تقتل منذ أن ظهرت إلى اليوم توسعت، وبتوسعها توسع قتل المدنيين، توسع سحلهم، توسع سجنهم، حتى النساء. يعني في تاريخ اليمن السياسي الحديث والمعاصر وأظنه في المستقبل لن يكون هناك أسوأ من جماعة مثل جماعة الحوثي إطلاقا. يعني وصلنا إلى هذه القناعة، وصل الجميع إلى هذه القناعة. يجب على الجميع أيضا أن يصل إليهم هذا الرابط أو هذا التوقيع ليستطيع الجميع أن يوقعوا. يجب أن يصل إليهم، يجب أن يكونوا متوفرا لديهم مثل المأكل والمشرب وكل شيء، لأن طيب. أنا أعتقد بأن الجميع إذا وصل إليهم هذا الرابط الجميع سيوقعون بدون استثناء. سنستوضح منك أيضا سيد خالد كيف يمكن أن يصل هذا الرابط إلى الجميع حتى يتفاعلون مع هذه الحملة ويدلون بآرائهم من خلال هذا الرابط ويشاركون. أعود إلى الدكتور رياض في إطار الجرائم المتنوعة. الآن أشرت إلى عمليات القتل فقط وهي واحدة من الجرائم الإرهابية، وليت هناك أعلى من مرحلة إزهاق الروح، لكن لعل جرائم الحوثيين تعددت وتنوعت لتطرق كل المجالات، فلا تجد مجال إلا ولها إسهامات كثيرة في هذا الجانب. نعم، صراحة أنه الواحد لا يستطيع من يعني كثرة الأرقام الموجودة لديه لهذه الجماعة الإرهابية أن يتناولها في حلقة واحدة. تكلمنا عن القتلى، قتلى الجماعة الإرهابية، هناك ما يقرب من 35 جريح، وهذا ملف يعني سوف تتحمل عبء. 35,000 تقصد؟ 35,000 إيه؟ نعم، ربما أخطأت أنا في قراءة الرقم. 35,000 أكيد. تحديداً 34,620 جريح، بينهم 2,812 طفل. هذا ليس ملف بسيط، هذا ملف سوف تتحمل عبئه الحكومة الشرعية على مدى عشرات السنين، إلى أن يموت أصغر طفل مصاب. وربما
وربما أن يعني من الآثار التي سوف تتحملها الحكومات القادمة بعد بإذن الله تعالى بعد دحر الانقلاب ما سيترتب على ظهور ربما أجنة مشوهة في المستقبل نتيجة الحرب ناهيك عن المعاناة التي يعانيها الجريح نفسيا وماديا وصحيا أكيد هذا ملف كبير جدا ويعني سيكون عبء يعني كبير جدا جدا على الحكومة الشرعية وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل هذا الجزء من هذا العبء. هناك جريمة زراعة الألغام. هل تدري أن تقديرات الأمم المتحدة لعدد الألغام التي زرعت في ثلاث محافظات فقط، في ثلاث محافظات عدن ولحج وأبين، تخيل كم الرقم؟ كم؟ 150 ألف لغم في ثلاث محافظات في ثلاث محافظات فقط. حصدت حتى الآن 98 قتيل و332 مصاب وما زالت تنفجر يوما بعد آخر. هل تعلم الموجودة في تحيز الموجودة هل تعلم أنه حتى الآن لا زالت تنفجر ألغام زرعت في بداية الثمانينات في حرب المناطق الوسطى؟ وهذا يعني أن هذه الألغام التي زرعتها هذه الجماعة الإرهابية ولا تتوفر حتى الآن لدى الحكومة الخرائط التي تكشف أماكن تواجد هذه الألغام سواء كانت ألغام فردية أو ألغام تستهدف المدرعات والعربات. 150 ألف لم يتم يعني انتزاع منها تقريبا إلا 13 ألف لغم حتى الآن. نعم دكتور رياض، اسمح لنا أيضا نشرك معنا المستشار الأمني والباحث في العلاقات الدولية الدكتور أحمد الأنصاري معي عبر الهاتف. أهلا وسهلا بك دكتور أحمد. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، سعيدين أن تكون معنا. نحن نتناول اليوم دكتور أحمد الحملة الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، حملة دولية شعبية ضمن موقع آفاز العالمي، يعني ينظمه أيضا المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الأرهاب، لتصنيف هذه الجماعة جماعة إرهابية. كونك أيضا مستشار أمني وباحث في العلاقات الدولية نريد رأيك في إلى أي مدى القانون الدولي أو جماعة الحوثي يعني بجرائمها المتعددة مؤهلة تأهيلا كاملا لأن تكون جماعة إرهابية بامتياز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في الحقيقة أشارككم الرأي أنه الحوثيين بتصرفاتهم وعلى حسب تصنيف محكمة الجنايات الدولية يمكن أن يصنفوا كجماعة إرهابية، يوضعوا في القائمة السوداء لأنه جميع المقاييس تنطبق عليهم. فهذه الحركة هي حركة أصولا منغلقة، عندها عقائد تعتبر أو ممكن أنها تصنف عقائد كهنوتية، تنتهج العنف في تعاملها مع الغير، تكفر الغير وتستخدم العنف لتحقيق أهدافها. جميع الجرائم اللي ارتكبتها ضد الشعب اليمني تعتبر جرائم حرب بجميع المقاييس، أضف إلى ذلك أن ولائهم ليس ولاء وطني بقدر ما هو ولاء لجهات خارجية، وهي تنتهج أسلوب تنفيذ أجندة خارجية تطبقها على أراضي اليمنية. ولكن أخي الكريم هنالك مشكلة أعتقد أنها ستواجه الحكومة الشرعية اليمنية في حالة تصنيف الجماعة الحوثية كمنظمة إرهابية، لأن الأمم المتحدة تعتبر الحوثي مكون سياسي ويتم التفاوض معه. أضف إلى ذلك أن الحكومة الشرعية اليمنية تتفاوض مع الحوثي في جميع المفاوضات السابقة والحالية وربما المستقبلية للوصول إلى حل سياسي، لأن الحكومة اليمنية ما وضعت في هدفها أنها تنهي الصراع بنهاية عسكرية، ولكن انتهجت الأسلوب السياسي للحوار مع الانقلابيين. نعم. لذلك تبقى هنا المشكلة. لو الحكومة الشرعية ممكن أنه حكومات خارجية تصنف هذا الذي كنت أريد أن أسأله دكتور أحمد. نعم. أيضا حكومات الدول المجاورة المملكة العربية السعودية دول الخليج صنفت هذه الجماعة صحيح. جماعة إرهابية،
يعني توصيف هذا او التداعيات هذا التوصيف على هذه الجماعه. طبعا تعرف انه لما تصنف جماعه ارهابيه من قبل الدول في البدايه ممكن انها تكون عبر مجلس وزراء الداخليه العرب، كما تم تصنيف حزب الله اللبناني كمنظمه ارهابيه لانه يتدخل في شؤون الدول الخارجيه، وبالتالي تمت محاصرته وتجفيف موارده الماليه وملاحقة كل من يتسب له، إما أنه لو أنه تورط بعمليات إجرامية داخل على الأراضي أراضي الدول فيتم سجنه ومحاكمتهم وسجنهم، أو إذا ثبت تعاطفهم معه فيتم إبعادهم. ولكن موقف الحكومة اليمنية الشرعية يختلف كليا اختلاف كلي في حالة الحوثي كما سبق وذكرت. لكن يعني عندما تكون حكومة معينة مثلا في داخل الوطن لا تعتبر هذه الجماعة أو لم تصنف هذه الجماعة حتى الآن جماعة إرهابية، ودول متعددة تصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية وترى بأنها أصبحت تهدد دول الجوار من خلال أعمالها، أصبحت تهدد المياه الإقليمية الدولية من خلال أعمالها أيضا، وأصبحت تهدد المقدسات أيضا من خلال أعمالها. كيف تكون العلاقة ما بين الدولة التي لا تصنف هذه الجماعة جماعة إرهابية وما بين الدول الأخرى التي تعتبرها جماعة إرهابية، وهو أمر غريب في بما يخص اليمن؟ والله اسمح لي يا أخي الكريم، شوف أنا يؤخذ على الحكومة الشرعية اليمنية ضعف مواقفها، يعني مواقف كثيرة جدا، يعني أخطاء كثيرة جدا سجلت تجاه الحكومة اليمنية، من بينها عدم تصنيف المجموعة هذه من بداية الانقلاب على الحكومة الشرعية ومصادرة الحريات واقتحام المقار الرئيسية ومقار الوزارات، كان من هذيك الساعة يفترض أن الحكومة صنفتها كمجموعة إرهابية وعدم التعاون معها، ولكن يعني التساهل مع من البدايه مع الحوثيين ومع الانقلابيين ادى الى ما وصلت اليه من نتائج. الان الحكومه الشرعيه اليمنيه في وضع لا يحسد عليه، لو انها في الوقت الراهن صنفت الحوثيين كمجموعه ارهابيه يؤخذ عليها انه مواقفها السياسيه ضعيفه، ويؤخذ عليها انها هي بتتفاوض مع مجموعه ارهابيه، وهذا طبعا تعرف مخالف جدا للقانون الدولي. لذلك يعني انا اتعاطف مع الحكومه اليمنيه نتيجه للمواقف السيئه اللي وضعت نفسها فيها، فيفترض انه يعني الان على الحكومه انها تنتهج اسلوب جديد في معالجه المشكله والوصول بقوه الى حل سياسي، طالما انها انتهجت يعني رغبتها في انهاء الصراع بالحل السياسي والمفاوضات المضنية اللي بتبذل فيها الوقت والجهد ويعني الأموال والأنفس، يعني أنت عارف قديش كم كمية الضحايا اللي تسقط يوميا نتيجة الصراع المسلح. فلذلك يعني على الحكومة اليمنية الشرعية أنها تتخذ موقف، إما أنها تصنف المجموعة هذه مجموعة إرهابية وخاصة تستغل فرصة الهدنة وخرطهم للهدنة وعدم التزامهم بالشرعية الدولية، وبالتالي عدم الجلوس معهم مستقبلا على مائدة المفاوضات، وانتهاء ومحاولة انه انهاء الصراع بنتائج سياسية يعني حتى لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، اما انه التفاوض معهم كجناح سياسي والجلوس معهم على طاولة المفاوضات فهذا يعطيهم حرية التمادي، وحتى لو أن الحكومة اليمنية صنفتهم كمجموعة إرهابية وضع في القائمة السوداء، فتؤخذ على الحكومة اليمنية أنها كيف تتفاوض مع مجموعة إرهابية. أشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد الأنصاري المستشار الأمني والباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. أنقل النقطة إليك أستاذ خالد الشيباني فيما يتعلق ب يعني الجهود الآن التي تبذل من أجل يعني اعتبار ومشاركة مجتمعية في هذا العمل لتصنيف هذه الجماعة وفق ما ترون، ما المطلوب؟ يعني كيف يمكن إيصال هذه الحملة إلى كل شخص للتفاعل معها؟
يجب نحن نتخذ عدة إجراءات وعدة خطوات تدريجية. أولا من ضمن هذه الإجراءات الحملة الإعلامية التي ستقام إن شاء الله خلال الأيام القادمة، هي مؤتمر صحفي يتم من خلالها أيضا الاعتراف من قبل جهة حكومية، أو حتى إذا لم يتم الاعتراف بها كونها يعني حملة شعبية. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، عندما يتم التوقيع على هذه على أكبر عريضة ممكنة، سواء عن طريق التواصل عن طريق الموقع المركز على صفحة الفيسبوك، أو عن طريق الواتساب وتويتر والقنوات والمواقع الإلكترونية، نحن استطعنا أن نوفر عدد كبير جدا الرابط في أكثر من موقع إلكتروني، كثير مواقع إلكترونية يمنية سواء كانت يمنية أو سعودية. وأيضا هناك شيء بسيط جدا لمن يريد الوصول إلى هذا، هو كتابة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية على محرك البحث جوجل. بإمكانه أنه يحصل على موقع أفاز مباشرة، يدخل إلى نفس الموقع إلى الرابط ويتم التصويت من خلاله. هذه أسهل طريقة التي لن يجد بعدها الجميع عذرا كونهم لم يستطيعوا الوصول إلى هذا الرابط. نحن سنبدأ خلال الأيام القادمة بإذن الله، سنقوم بحملة ترويجية كاملة لأن يصل هذا الرابط إلى الجميع. نعم. بلا استثناء. نعم. وأنا أدعو أبناء تعز أولا وكل المحافظات ثانيا، كون تعز هي الأكثر تضررا وهم من سيعدلون الكفة في هذا التصويت. أنا لا أقلل من المحافظات الأخرى، لكن أؤكد على أن معظم الجرائم الحوثية هي موجودة الآن مع جماعة الحوثي، لجماعة الحوثي هي في تعز يوميا. الحملة حتى تتوسع ربما دكتور أستاذ خالد لتشمل كل الذي يعني حتى المجتمع العربي والمجتمع الدولي المتضرر من مثل هذه الأعمال هو أيضا معني بالتصويت في هذه الحملة. نعم. والدخول فيها. سيد خالد، سنخرج إلى فاصل قصير، وهنا الدكتور رياض أيضا الغيلي، سنخرج إلى فاصل قصير من ثم نعود نكمل حوارنا مع ضيفين الكريمين هنا في الاستوديو وعبر من الرياض الأستاذ خالد الشيباني. فاصل قصير مشاهدينا ثم نعود إليكم، بقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل القصير عدنا إليكم لنكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور رياض الغيلي، الكاتب والناشط السياسي ومنسق الحملة الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، السيد خالد الشيباني معي من الرياض. مرحبا بضيفي الكريمين. لو أتي إليك دكتور رياض فيما يتعلق بأنواع الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والصالح، متعددة ومتنوعة، وسواء صنفت جماعة إرهابية أم لم تصنف جماعة إرهابية، الأعمال التي تقوم بها الكل يجمع على أن من يقوم بمثل هذه الأعمال فهي أعمال إرهابية. الأنواع المتبقية في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وارتكابهم لجرائم في حق المدنيين لمنين؟ هناك ملف خطير جدا يعتبر عنوان كبير للإرهاب، وتصنف من أجله الكثير من الجماعات ضمن قائمة الإرهاب، لعله ملف الاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال. الجماعة الإرهابية الحوثية خلال عامين من الانقلاب حطمت الأرقام القياسية، لديها 484 معتقل وسجن، هذا غير المعتقلات السرية. أنشأت 484 هذا معتقل الآن. نعم، هناك المئات وربما الآلاف الذين تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم. لا 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 لا، 484 معتقل وسجن، مكان اعتقال
المعتقل. نعم. مكان الاعتقال وليس عدد المعتقلين والمختطفين سوف نأتي إليهم. هناك 203 نقاط للاختطاف نصبتها على مداخل المدن وعلى الطرقات العامة. بلغ إجمالي المختطفين 12261، عدد مهول جدا في يعني الحالة اليمنية. يعتبر هذا رقم قياسي، لم يسجل هذا الرقم إطلاقا منذ بدء التاريخ السياسي اليمني وحتى ظهور هذه الجماعة الإرهابية. ضمن هؤلاء المعتقلين هناك 5621 معتقل سياسي بسبب انتماءاتهم الحزبية. هناك 224 إعلامي. هناك 2766 ناشط مدني. بين المختطفين أيضا هناك أطفال، 297 طفل، آخر طفل اعتقلوه بالأمس. هناك 23 امرأة مختطفة. هذه جرائم الاختطاف التي ارتكبتها جماعة الحوثي فقط. طبعا أما أي نعم، أما إذا جئت يعني لتحليل هذه الـ طبعا حتى تتضح المعلومة، الاختطاف يتم اختطافهم وإطلاقهم واختطاف آخرين. فعندما نتحدث عن كم رقم الاختطاف نساء، طبعا نشير إلى أنه تم اختطافين ثم إطلاقهم ربما، لكن ما زال متبقي الآن في سجونهم أكثر من 8000 معتقل. ولعل القرار 22/16 أشار إلى أبرز المعتقلين في سجون ومعتقلات الجماعة الإرهابية، وهو وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، ولا زال معتقلا في سجونهم حتى الآن، إلى جانب قادة بعض الألوية مثل فيصل رجب، وأيضا رجل السلام الأول في اليمن الأستاذ محمد قحطان لا زال معتقلا. لا زلنا نتذكر كيف أنهم استخدموا بعض السياسيين والإعلاميين كدروع بشرية في بعض المواقع العسكرية التي كان يستهدفها طيران التحالف. هناك أيضا ما يقرب من تقريبا 60 حالة وفاة داخل المعتقلات إما تحت التعذيب أو أنهم توفوا نتيجة المرض نتيجة للمرض. وهناك 26 حالة ماتت نتيجة التعذيب، لعل آخرها الشاب وليد الإبي الذي اختطف من الشارع أمام الناس، وجاء الناس يعني لا ليمنعوا عنه، وإنما يعني أيضا ليساعدوا على اعتقاله. اذهب معهم يعني يحققوا معك ويرجعوك. هذا يعني يعتبر إجرام إلى جانب إجرام هذه الجماعة. لا ينبغي أن يسكت الناس على اعتقال أي شخص بعد 5 أيام يتصل لأهله وإذا به يعني جثة هامدة مرمي في إحدى ثلاجات المستشفى. لازلنا نذكر الأخ صالح البشيري الذي كان أول يعني شاب يعني اعتقل ومات تحت التعذيب، ولازلنا نتذكر حالات كثيرة جدا جدا من هذه الحالات التي تم اختطافها وإخفاءها قسريا. هناك عدد مهول جدا من الحالات المخفية قسريا تتجاوز يعني الآلاف. هذا ملف يعني ملف ساخن جدا جدا ويحطم الأرقام القياسية. طيب معنا الدكتور محمد عبد المجيد قباطي وزير السياحة من عدن. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. أهلا وسهلا بمشاهدي قناة سعيدي. سعيدين أن تكون معنا دكتور محمد. اليوم موضوعنا حملة دولية أطلقتها مواقع دولية وكذلك ناشطين يمنيين متحركين في هذا الجانب لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية. ما تعليقك أولا على هذه الحملة؟ بالتأكيد أخي موضوع يعني الحركة الحوثية وارتباطها بإيران بالذات، وإيران كدولة راعية للإرهاب مثلا، ما عاد فيها أي شك يعني من تاريخ انتقال المجاميع الإرهابية سواء كان القاعدة وأولاد عدو أولاد بن لادن لا زالوا في إيران، وارتباطهم بالأجندة الإيرانية يثبت على أنهم في النهاية هم مجرد يعني ناس يدفع لهم مبالغ لكي يقوم بأعمال، هذه الأعمال صفتها الإرهاب. يعني إذا مثلا أخذنا ما قاموا بها من أعمال، أنا أريد فقط اليوم أن أشير يعني حتى على صعيد الدولي
يعني المرشح الجديد الأمريكي لمنصب يعني مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو، يعني في إحدى حساباته أو في تويتر يوم الخميس يشير إلى أنه يريد أن يجد اتفاقية كارثية مع أكبر دولة راعي للغاز. طبعا مش اللي هذا يعني واضح هو يصير الاتفاق مع إيران، لكن الأخطر فيها أنه حتى الإطلاق الصواريخ على يعني على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ربطها بالحوثيين وعلى أنهم إرهابيين. بالتالي أمام هذا الإرهاب المتنوع والمتعدد دكتور محمد، سواء إرهاب داخلي في حق المواطنين أو إرهاب أيضا أصبح يؤرق دول الجوار والإقليم بشكل عام والممرات الدولية كما أشرت أنت في حديثك وما هو معروف أمام هذا الأعمال، التساؤل أيضا الذي طرحه الدكتور أحمد الأنصاري ويتساءل عليه الجميع، لماذا لا تقوم الحكومة اليمنية أمام هذه الجرائم بتصنيفها جماعة إرهابية؟ أولا لأن بعض الدول العربية صنفتها بأنها جماعة إرهابية، ثانيا كل دولة أصبحت في ظل هذه الأحداث لديها جماعات إرهابية على قائمتها، الحكومة اليمنية أمام هذه الأعمال كلها لا تعتبر جماعة الحوثي حتى الآن جماعة إرهابية، لماذا؟ على صعيد يعني هذا في الحقيقة من حيث الحديث الدقة في الحديث، لكن كل بيانات الحكومة وكل تواصلها مع المجتمع الدولي كان يشير إلى ممارسة هذا الناس. يعني على سبيل المثال فقط الواحد يستفسر ماذا أعمال ما تسمى بالقاعدة وداعش وكل هذه لأنها عناصر إرهابية، نرى بأن هذه العمليات لا تقوم إلا في المناطق المحررة. لم نشاهد أي عمل من داعش أو القاعدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وبينما هم يعني يتحدثون عن يعني الحوثيون دائما يصمون الأطراف الأخرى بالذات في يعني بالنسبة لداعش والقاعدة يصمونهم بأنهم يعني عناصر إرهابية، لكن لم نسمع أبدا بأن هذه العناصر الإرهابية قامت بأي عمليات في داخل المناطق اللي سيطر عليها الحوثيين، لأنه يدل على الارتباط الوثيق بين الجهتين، المخرج واحد في النهاية الذي يحرك خيوط يعني وتحرك الحوثيين في ممارسة هذه الأعمال الإرهابية ونفس الجهة التي تحرك أيضا واضح دكتور وداعش لكن معذرة أنا سؤالي وثيقة الصلة معذرة دكتور وسؤالي هل يعني مسألة فتح المجال السياسي للحوثيين لأي حل قادم هو السبب في يعني في عدم اتخاذ الحكومة قرار كهذا أم المسألة متعلقة دوليا أم أنها لا تعتبر هذه الجرائم جرائم إرهابية؟ لا بالتأكيد ما يمارس ويرحل ما مورس ويمارس في تعز ومورس في عدن جرائم بحق يعني أبنائها، احنا قلنا أنها جرائم ترقى إلى مستوى يعني جرائم ضد الإنسانية. الحوار السياسي دكتور له علاقة؟ هذه كلها إرهابية. لا الحوار السياسي جرى مع حينها مع مجموعة هو كان جزء من التوافقات التي جرت، لكن هم كانوا يظهروا بأنهم هم ليس لهم علاقة، وحتى عندما نسميهم حوثيين كانوا يرفضوا ويقولوا بأنهم هم تكاد يعني مجموعة الآن ستشكل حزب سياسي تحت اسم أنصار الله، لكن لا يجري الآن على الأرض بأن هناك يعني مجموعة تمارس الإرهاب على مستوى محلي وعلى مستوى إقليمي، ارتباطها أيضا بمجال إرهاب يعني التعاون يقوم بين حزب الله اللي مثبت الآن في اكثر من يعني شريط يعني مسجل بالوقائع الكامله، وايضا حتى حزب الله لا يمارس يقول بانه نحن نساعد هذه الحركات، نعم ارتباط وحزب الله مصنف كحركه ارهابيه.
جزء من ضمننا لمحاولة خلق نوع من التوافق في المنظومة اليمنية كان تجاوزنا هذا الجانب، لكن في النهاية ما ترتكب من جرائم ضد حقوق الإنسان، جرائم إبادة، جرائم حرب، لن يعني في النهاية لازم حيعرضوا من يرتكبوا سواء كان سجنون أم ميليشيات المخلوع صالح. نعم دكتور، ممارسات إرهابية وفي توصيف القانون اليمني والقانون الدولي هم إرهابيين. معالي وزير السياحة الدكتور محمد عبد المجيد قباطي، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا من عدن، شكرا على المشاركة. وأعود إلى السيد خالد الشيباني. سيد خالد، فيما يتعلق بالدعم الحكومي لهذه الحملة، إن جاء هل يمكن أن يؤثر على اتساعها وزيادة المشاركة؟ طبعا الدعم الحكومي في هذه المرحلة مهم بشكل كبير جدا جدا. نحن نقترح أن نقوم بعمل لوحة استطلاعية يكون عليها الرابط موجودة على في مكان في مقر الحكومة، وكل يوم صباحا الوفود اللي تأتي والوزراء وغيرها من الأعضاء الحكومة يقوموا بالتصويت. هذا أقل ما يمكن أن يقدموه كحكومة، حتى لا يعني حتى نوصل كل شخص في الحكومة يستطيع أن يوصل الرابط هذا إلى أكثر من شخص، إلى 200 300 400 شخص، كل فرد منهم، وكل فرد له تأثير كبير جدا على من حوله. طيب سيد خالد، ما الذي يقنع الناس مثلا أن هذا العمل ليس كأعمال التصويت التي نتابعها ونشاهدها دائما، الدخول على موقع الفلاني للتصويت على عمل كذا وكذا؟ يا صديقي، الأمر كل ما فيه هو لم يتم تصويت حقيقي حتى اليوم. كل ما تم عبارة عن هاشتاجات كانت ترمى هنا وهناك، وهذه الهاشتاجات تنتهي بمواقع التواصل الاجتماعي، لا تنتشر بشكل أوسع. العالم الخارجي يريد تصويت حقيقي، يريد شعبية حقيقية. أنتم تقولون بأن هذه الجماعة إرهابية أو هذه الجماعة تمارس أعمال عدوانية، فما الذي يثبت من هم، من الذين يشتكون من هذه الجماعة؟ يجب أن يعرف العالم، يجب أن يعرف الناس هذا الكلام، بأنه لن يخضع لهم العالم ولن يعطيهم أي شيء ما لم يكونوا هم المبادرين. نحن بادرنا ونريد من الجميع أن يأخذوا هذه المبادرة. نتيجة هذا التصويت سيد خالد، يعني إحصائية فقط؟ لا، ليست إحصائية. هذه الإحصائية هي سيتم توقيع هذه العريضة. العريضة هذه إلكترونية، سيتم عرضها فيما بعد على منظمات حقوقية. المنظمات هذه ستقوم بالضغط على الأمم المتحدة. الموقع أفز هذا موقع ممتاز جدا، وقام بعرض الكثير من العرائض في أكثر من مشكلة حصلت، وسيقوم توصيلها إلى مجلس الأمم المتحدة ومن بينها إلى مجلس الأمن. هذا سيتزامن مع التحركات السياسية التي تقوم بها مجلس التعاون، دول مجلس التعاون الخليجي، أو عفوا دول مجلس التعاون، منظمة التعاون الإسلامي، التي تريد أن تدرك جماعة الحوثي جماعة إرهابية أو تصنفها بقرار دولي. إذا وصلت هذه العريضة بالتزامن مع ذات اليوم الذي سيتم فيها التصويت، سيكون لها زخم كبير جدا. يعني يريد أن يكون رافد أن هناك شعبيا تصنف، يجب أن يكون الشعب أولا أن يصنفها، هو بعدها ستأتي بعدها التحركات السياسية. العالم كله يتخذ من الجانب الأساسي هو التصويت، هو الناس. من المتضرر؟ هناك ناس متضرر، إذن يجب على هؤلاء الناس أن يفهموا بأن التصويت هو لصالح الجميع، ليس لصالح فرد. البلد منهارة بشكل كامل، يعني لم يسبق أن اليمن خاضت حروب كثيرة، لم يسبق أن انهار الاقتصاد بهذا الوضع. صحيح. طيب سيد خالد، سأعود إليك إن شاء الله إذا تبقى معي من الوقت شيء. أعود إلى الدكتور رياض فيما يتعلق بالجرائم التي سردتها وتحدثت عنها، وبالإمكان أيضا أن تشير إلى المصدر الذي استقيت منه هذه الإحصائيات، كون أيضا المصدر شيء مهم في توثيق المعلومات. هذه الجرائم كلها جرائم محلية، والجماعة تجاوزتها إلى عمليات معارك مع الدول الجوار، وكذلك تهديدات وقصف في داخل المياه الإقليمية الدولية، وتناول المقدسات
عن طريق الصواريخ التي تم إطلاقها. هذا يرفع من مستوى هذه الجماعة لكي تكون ليس إرهابيا محليا جماعة إرهاب محلي وإنما إرهاب دولي، يرى يعني البعض هكذا. نعم، هذه الجماعة لا تشكل خطرا فقط على المجتمع اليمني، وإنما أيضا تشكل خطرا على الدول الجوار وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وعلى الملاحة الدولية، وخاصة تلك التي تعبر باب المندب ويعني تصل إلى خليج عدن. حتى هذه الجماعة حتى الآن تقريبا أمطرت الحدود أو المناطق الحدودية في المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية. ممكن الجماعة تقول أن هذا في إطار الصراع، في إطار القتال، يعني الدفاع المعارك. طيب، وهل تستهدف المدنيين المعارك؟ أي معارك تستهدف المدنيين؟ حتى الآن ضحاياها أكثر من 11 ألف مدني، لم نتحدث عن الضحايا عن 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 الشهداء من العسكريين إطلاقا. البعض لم تذكر عن هذه إحصائية صادرة عن مركز أبعاد و مركز صنعاء الحقوقي، وهي آخر دراسة صدرت من هذا أو من هذين المركزين وصدرت اليوم. اليوم تم الإعلان عن هذه الدراسة وفيها الأرقام كما هو واضح. هذه الأرقام ليست من عندي، وإنما هي ناتجة عن دراسة قام بها مركزان مرموقان في البلاد ويتابعان هذه الأرقام. إشارة إلى المعارك الدائرة ما بين الحوثي وإطلاق الصواريخ إلى المملكة العربية السعودية، هناك من يرى بأن من قام بعملية استعراض وحرب يعني استعراضية قبل بداية المعارك هم الحوثيين عندما قفزوا في الحدود. بالتأكيد كان هذه كانت الشرارة. نعم، قامت الجماعة الإرهابية بعد الانقلاب بكم شهر بعمل استفزاز بعمل استفزاز عسكري للمملكة العربية السعودية من خلال إقامتها لمناورة عسكرية على بالقرب من الحدود السعودية، وهذا ما استفز المملكة ودبهها إلى خطر هذه الجريمة الكبرى. دكتور رياض، كانت إطلاق صاروخ نحو مكة المكرمة أحدثت ضجة كبيرة وتنديد عالمي على مستوى ليس العالم الإسلامي فقط، حتى على مستوى العالم. نعم، ليس لديهم مقدس إطلاقا. هذه الجماعة الإرهابية ليست لديها مقدس، فمكة المكرمة استهدفت بصاروخ باليستي وسوف تستهدف مرة أخرى، ولا يضيرهم هذا الأمر. إذا كانوا فجروا عشرات المساجد في اليمن، فجروا أيضا أكثر من 15 دار تحفيظ، فجروا أكثر من أربع مدارس عامة، فلا يضيرهم أيضا استهداف مكة المكرمة، ولا يعنيهم إطلاقا أي مقدس. طالما أنهم سفكوا الدم وهو أكبر مقدس فإنهم سيتجاوزون إلى كل المقدسات، ولن يوقفهم يعني يوقفهم شيء، ولا وازع ديني ولا أخلاقي ولا مجتمعي، لن يوقفهم إلا رادع القوة وتصنيفهم كجماعة إرهابية يحاربها العالم بأسره وليس فقط على المستوى الإقليمي. نعم، كلمة أخيرة سيد خالد، في وأنتم المنسقون لهذه الحملة الدولية التي تطالبون من خلالها باعتبار هذه الجماعة جماعة إرهابية. الكلمة أريد أن أوجه بس فقط عدد من الرسائل. الرسالة الأولى للحكومة اليمنية، يجب عليها أن تكون أول من يقوم بالمبادرة الأولى، ليس نحن، يجب أن تبدأ هي بهذا العمل، لكن ونحن سنجلب لها الموضوع شعبيا، لكن يجب عليها أن تتحرك سياسيا، هذا الجانب الأول. أيضا على الحكومة، على كل من له تأثير وكل أعضاء الأحزاب وأعضاء المنظمة الجماهيرية وكل فرد أن ينشروا هذا الرابط أو ينشروا موقع التصويت على كل من إلى كل من يستطيع أن يوصلوه إليه بشكل عام. الرسالة الثالثة أوجهها أيضا لكل العالم وإلى كل المملكة العربية السعودية ودول الخليج، يجب أن يعمل الجميع وبشكل أكبر على توسيع هذه العريضة، سواء ويجب أن تكون هذه العريضة قد قدمت خلال من الآن بعد 6 أشهر 7 أشهر من الآن، يجب أن تكون قد وصلت إلى العدد المرجو منه. نعم، وهو أقل من العدد المستهدف بشكل أكبر اللي هو 20 مليون توقيع. نريد حتى أن نصل إلى نصف هذا العدد لنستطيع أن نقدم هذا إلى الأمم المتحدة، ويجب عليهم أيضا أن يتعاملوا
وفق ما يمليه عليهم القانون. و شكرا لك. شكرا لك خالد الشيباني، رئيس المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب ومنسق الحملة الدولية لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، كنت معنا من الرياض، أشكرك جزيل الشكر. شكرا أيضا للدكتور رياض الغيلي الكاتب والناشط السياسي، شرفنا هنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لك دكتور رياض. شكرا جزيلا لكم أيضا أنتم مشاهدين الكرام على المتابعة، وبإذن الله نلقاكم في حلقات قادمة من برنامج مستقبل الوطن. حتى ذلكم الحين تحياتنا جميعا لكم، استودعكم الله وإلى اللقاء.